شوف ما فيها لا حبه لا زوج لا والو، ها قعدت كيما راهي كيما العام الجاي باه تحوس على الزريعه ما تصيبش. لا ما كاينش شنقه، شنقه كيما حرثنا قاعد تحت التراب. الفلاحون ومكثفو البذور اليوم يخوضون معركة تأمين إنتاج البذور الموجهة للزرع تحسبا للموسم المقبل على غرار مادتي الشعير والقمح اللين بعد أن تسببت موجة الجفاف في تضرر محاصيل الولايات الشمالية. شايفين أنه البذور السنة القادمة تكون ناقصة، ولهذا ومن خلالكم نقدموا بنتوجهوا بهذا النداء إلى سلطات العليا الوطن وعلى رأسها رئيس الجمهورية. لازم نخبره رئيس الجمهورية باش يكون على بال واش كاين. لازم نديرو كل مجهودات باش نجمعوا المحصول اللي كاين وكاع المستوى الوطني. لاش تنديرو لا ريكيزيسيون، نطلبوا باش يديروا لا ريكيزيسيون تاع الولات باش يجيبوا الزريعه. تقارير مفصلة تكشف عن وضعية المحاصيل في المناطق الشمالية رفعها المجلس المهني لشعبة الحبوب إلى وزارة الفلاحة داعيا ضرورة التدخل بشكل استعجالي لأجل التسريع في حفر الآبار مع متابعة عملية تكثيف البذور. هنايا النسبة تاع الجفاف تقريبا قاست نقولوا 95%، وحنا كمجلس مهني أول البارحة اجتمع المكتب تاعنا بكل الولايات اللي بالاراء تاع المكاتب الولائيه تاعنا وين خذينا كل المعلومات. كاين اجراءات خاصه رايحه تتخذ باش نحميو ونجمعوا كل البذور اللائقه باش تروح كبذور للزرع. إعادة النظر في الخريطة الزراعية من خلال منح الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية مع اختيار البذور المقاومة بالنظر إلى الظرف المناخي الصعب. في ويجب اختيار والتوجه نحو الزراعات التي تتحمل الجفاف واختيار البذور أيضا التي تتحمل الجفاف وتتأقلم مع المناخ. وأذكر على سبيل المثال زراعة الشعير والقمح الصلب والخرطال. العالم اليوم يخوض حربا مع البذور من أجل الحصول على الجينات المقاومة، وهو ما يلزم الجزائر إحصاء أماكن تواجد البذور المقاومة للمناخ وتكتيفها، بالإضافة إلى تأطير الشعبة بما يمكننا الحفاظ على السيادة الغذائية. وللقصة بقية مع بنك البذور الذي انطلق بعد تعثره لسنوات، فأين دوره اليوم؟